مشاهد صادمة رصدتها فرق الكشف في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لأكياس من القمامة مرمية على ضفاف نهر الغزيل في منطقة حوش الحريمي وبأعداد كبيرة تحتوي على رؤوس نافقة من الماعز ممهورة بأرقام وزارة الزراعة. وبعد التقصي وتعقب مصادر هذه الأكياس وبعد الكشف على المواشي في المزارع المحيطة وتتبع الأرقام، تبين أن هذه الماعز النافقة تعود لمزرعة ديب نخلي، حيث تقارب للأرقام التسلسلية للمواشي النافقة مع تلك الموجودة في مزرعة الأخير. وهاو كمان ثلاثة أكياس كمان ثانيين كمان فيهم غنم فطسان. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخذت الإجراءات القضائية بالتنسيق مع فصيلة جيب جنين، وتم إلزام مزرعة ديب نخلي على رفع الأغنام النافقة عن مجرى النهر وطمرها في إحدى العقارات التابعة لمزرعته. هي جابون على أرض الله هون برش الكلس الحفرة كلس قبل ما يتمروا. وستتابع المصلحة الإجراءات القانونية كما أكد المدير العام سامي علوي داعيا الوزارات المعنية للتحرك. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ضمن مهام العادية تقوم بضبط التعديات الصادرة من قطاع المزارع على الموارد المائية، بيظل فجوة تنظيمية هائلة تغيب عنها الوزارات المعنية لاسيما الزراعة والبيئة والصحة المعنية بفرض وتحديد أصول الالتزام البيئي لاستثمار قطاع المزارع. اليوم اتخذنا الإجراءات القضائية مثل العادة مثل كل يوم بحق هذا الشخص، وتم إلزامه بإزالة التعدي البيئي، ولكن القضية ما بتخلص هون. القضية يجب أن تستكملها الوزارات المعنية بفرض الالتزام البيئي على هؤلاء كل مستثمري قطاع المزارع. علوي لفت إلى خطورة هذا الموضوع، فأسباب نفوق المواشي يجب معرفتها، ويثور التساؤل حول أسباب انتشار ظاهرة نفوق هذه الأغنام والماعز المستوردة بالأموال المدعومة، وما هي الشروط الصحية اللي عم بتكون موجودة فيها، ومن ناحية تانية يثور التساؤل حول مدى سلامة الغذاء وسلامة اللحوم وسلامة الحليب والألبان والأجبان نتيجة حالات النفوق الكبيرة اللي عم نرصدها بمنطقة البقاع. وأكد مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ضرورة الإسراع في معالجة تلوث المياه، لأن المنتوجات اللبنانية أصبحت غير مطابقة للشروط والمواصفات. الدول العربية عم تمنع استيراد المنتجات الزراعية من لبنان وأولى قطر بسبب مخالفتها لشروط الصحية وعدم مطابقة مواصفات مياه الري، وهذا وجه من وجوه التحديات اللي على الدولة اللبنانية أن تبادر إلى فرض الالتزام البيئي على كل القطاعات على ضفاف نهر الليطاني ورفع التلوث عن نهر الليطاني من جهة، ومن جهة تانية عليها أيضا أن تقوم بتأهيل شبكات الصرف الصحي وتنفيذ المشاريع المرصود إلى ملايين الدولارات موجودين بمجلس المياه والإعمار وغير مجلس المياه والإعمار، بالإضافة إلى معالجة مشكلة الصرف الصحي اللي عم يتدفق علينا على نهر الليطاني أكثر من 46 مليون متر مكعب. إذن المسألة ليست مجرد مخالفة عبر رمي مواشي نافقة في الليطاني، إنما القضية قضية مسؤولية وطنية لاتخاذ القرار المناسب وتحرك الوزارات المعنية لرفع التلوث ومحاسبة الملوثين عبر القضاء.